أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أشرف لذوي الاحتياجات الخاصة تنحيوا ملكنا الله ينصره والله اللحية المعاق والحكومة نسات الشخص المعاق اللي مهمشاته لا تطبيب لا ترتم دروس لا بطاقة لا ملحة شهرية عايش في محنة لا قدر به يوصل به للسبيطار لا قدر به يوصل به للمدرسة لا قدر مسكين يخرج كاين الناس اللي عندها ثلاثة أربعة ما كاينش اللي قدر يهضر عليهم كتمشي به المدرسة ما كاينش اللي كيوصل لك كتمشي لاي اداره ما كاينش اللي كيعطيك وقت حنا تنطلبوا من سيدنا الله ينصرو الله ينصرو اللباس المعاق وهو سيدنا الله ينصرو اللي حنا على المعاق اللي بريوكو وحنا عليهم وباسو تنطلبوا منه يشوف فينا بشوفه حنينه شوفه الرحمه شوفه الشفقه راه هذا حقنا حتى حنا فين حقنا من الحكومه تشوف من حالتنا حالتنا راه حنا تحت صفر لا نفسيا ولا ماديا ولا معنويا جينا الطوبيس ما عطاوناش وقت جينا الادارات ما عطاوناش وقت تنطلبوا من الخوت يوقفوا معنا ويشوفوا من حالتنا هذا حق المعاق هذا حق المعاق فينا هو اعطيونا حق المعاق راه معذب راه محن خوكم معذب واختكم معذبه لا الام ولا الاباء راه محنين يشوف من حالنا صاحب الجلاله الله ينصره راه الحكومه مهمشانا لا للتهميش لا للتهميش لا للتهميش وتحيه نضاليه وتنحيي محمد السادس الله ينصره يصلح وضعيه المعاق وضعيه المعاق تحت الصفر وضعيه المعاق تحت الصفر ولو نحكيو لكم مش غادي نقدروا نحكيو لكم المعاناه مش غادي يقدر حتى شي ام ولا اب اللي تقدر تحكي الكل لانها في لطف هي في لطف لا ماديا ولا معنويا لا ماديا ولا معنويا بان الاباء محنين مشردين تتشوف وليداتها ضايعين مهمشين تنطلبوا من سيدنا الله ينصره يشوف من حالتنا خلاص من الوعود الكاذبه خلاص من الملفات اللي قدمنا الوالا وتوالا وتوالا من 2006 حنا نقدموا لا ترويد لا طبيب لا تم دروس كنمشيو للطوبيسات ما كيوقفوناش خلاص حنا تهمشنا بغينا بطاقه صحيه ملحه شهريه تم دروس تطبيب هذا المطلوب منا ما تنطلبوش شي حاجه علاش نكونوا حنا متخلفين حنا الدوله المغربيه اللي تخلفنا وما كاينش اللي حسبنا علاش حتى حنا حق وليداتنا ضايع وحنا طعنا في جرتهم ضايع الخو ضايع الخت ملي كيشوف خو نفسيته محطمه ما قادر لا يخرج لا يدخل لا ياكل لا يضحك الله ينصر سيدنا وتحيه نضاليه للخوت وتنحيي الخوت الصحافه بارك الله فيك.